أحبابنا، يسعدني أن ألتقيكم في هذه الحلقة عبر هذه القناة الرائعة من حلقات برنامج التراث في الملوف، تاريخ وتواصل. عنوان هذه الحلقة: المقامات الموسيقية بين قوسين الطبوع الأندلسية المستعملة في نوبات الملوف. طبعا نوهنا في السابق بأن المقام في الشرق يسمى مقام، بينما في بلاد المغرب وفي التراث تستبدل هذه التسمية من مقام إلى طبع، وقلنا نقوله مقام بياتي، مقام رصد، مقام حجاز، مقام سيكا. في النظيرة في الموسيقى الأندلسية نقول طبع الرصد وطبع البياتي، بدل بياتي نقول حسين، هو نفس المقام، ونقول سيكا نقول حجاز نقول. فهذه المسميات هي عبارة عن اصطلاح معرفي قد يلاحظ المشاهد بأن هناك تشابه في عناوين الحلقات، اللي نحب ننوه عليه بأن الحلقات ليست متشابهة، وإنما التواصل في المعرفة على مزيد من المعلومات في نفس الموضوع هو الذي يجعلنا نكرر اسم الطبع واسم الدائرة الإيقاعية واسم التراث الملوف، لأن احنا بناخذ في هذه الحلقة بالذات تعريفات لم يسبق الحديث عليها. مثلا نبدأ بتعريف المقام. شنو معنى المقام أو الطبع؟ هو تسلسل نغمي في سلم موسيقي محدد بعوارضه، وعرفنا في السابق العوارض، قلنا هي الخوافض والروافع على الأصوات اللي اصطلاحا في استعمالاتها في النوتة الموسيقية العلامات اللي تخفض الصوت تسمى بيمول، والعلامات اللي ترفع الصوت تسمى ديس. وطبعا ما هذه مصطلحات النوتة معروفة أن هي إيطالية، لأن هم اللي هم السبق في وضع هذه التعريفات. المقام هو تميز نغمي، مثل ما العين لها القدرة في تمييز الألوان، هذا أبيض هذا أحمر هذا أصفر وإلى آخره، وكل لون طبعا له شكل معين يميز على اللون السابق. أيضا الأذن بما تسمع، وبقدرة الله الجهاز الذي يسمع ويترجم عن طريق العقل الأصوات من حيث الحدة والغلظة ومن حيث التكوين أو الناتج عن هذه الأصوات من خلال قلنا استعمال العوارض الموسيقية. إذن المقام الموسيقي أو الطبع هو الذي يميز اللحن. قد يسأل سائل يقول عدد الطبوع أو المقامات الموجودة في النوبة الأندلسية، نقول لك ما استعمل في ليبيا حدد ب 14 مقام. لو عددنا المقام مع بعض نقول مقام الرصد، مقام الديل، مقام الرصد الديل، مقام الحسين، مقام حسين المحير، مقام حسين العجم، مقام حسين الصبا، السيكة، العراق، المايا، الأصبعين، الأصفهاني، وأيضا المحير والمزموم. هذه هي الـ14 مقام اللي استعملت في أداء الغناء في مجال الملوف الليبي. طبعا لما نسمع المقام اللي حدد قلنا لون معين مميز، لابد أن نفهم بأن المقام يستعمل في ألحان متعددة، شان أي مقطوعة غنائية في نفس المقام نسمعها متعددة الأشكال. طبعا ضابط اللحن هو القدرة على استخراج المعاني من الألفاظ عبر النغم، هو القدرة على استخراج المعاني في الألفاظ عن طريق النغم. يعني مثلا كل ما تسمع جملة لحنية لأي مقطع صوتي وتجد أن هناك انسجام
ما بين النغم المسموع وما بين المعنى الموجود في اللفظ، هذا دليل على براعة من قدم هذا اللحن. وهذا لو الحقيقة ناكدة نقول هذا سبب التآلف في كلمة المألوف اللي شرحناها في حلقة سابقة، أي الناس ارتاحت لهذا الفن لما وجدت فيه من براعة في النظم وفي اللحن. وطبعا لما نسمع هذه الألحان في المقامات المتعددة هذه 14 تسمع التنوع وتسمع الإبداع في الانتقال من خلال الدخلات المكونة للنوبة المألوف في ألحان في نفس المقام أيضا مختلفة. نسمع الدخلة الأولى والثانية مثلا من نوبة المصدر في لحن، ثم ينتقل بك إلى دخلة ثانية إما في نفس الإيقاع أو ينتقل إلى إيقاع أسرع يسمى المركز أيضا، لكن يتغير مع اللحن في نفس المقام. طبعا استعمالة النغم في المقام لابد بيكون فيه يعني وجود أجناس لحنية تناسب التركيبة في المقام نفسها. يعني مثلا احنا عندنا تدرج النغمي، كل درجة نقف عليها تعطيك جنس من نفس التدرج، وأيضا في أجناس متقاربة وفي أجناس متنافرة في المقام، فيحرص الملحن على أن يستخدم اللحن المغاير عن اللحن السابق بما يتناسب مع المقام. طبعا أنا قد بعض الإخوة المشاهدين يقول الرجل هذا يسرح بينا مثلا في أمور علمية بحتة، هو الغاية من هالكلام هذا. طبعا بالنسبة للمتخصصين يعرفون هذا الكلام لأنه يدرسوه دراسة، الغاية من البرنامج والغاية من الشروحات هذه هي إيصال المعرفة وتثقيف الناس في معرفة أشياء. لا يسعنا دائما أن نسمع ونطرب بما نسمع دون أن نفهم. المطلوب من الموسيقى والغناء هو تطريب بالدرجة الأولى، لكن لابد يكون فيه ثقافة لما نطرب به. يعني مثلا نسمع لحن جميل نشوف انتقالاته، نشوف مضامينه، نشوف لحنه، نشوف، بحيث لما تكتمل المعرفة في الجوانب العلمية إلى جانب التطريب نكون فعلا قد حققت شيء مفيد جدا، وهو ثقافة لهذا الموروث الرائع. طبعا المحاور في هذا العنوان المقامات الأندلسية، بعد أن شرحنا المقام وانتقالاته بنأتي على النقطة الثانية، هي استعمال المقام في اللحن باختلافه عن بقية مثلا أقطار المغرب العربي. هو في نفس المقام تشوف في نفس الطبع، النوبة ممكن نصوصها تبدأ واحدة لكن نجد فيه تباين وتغيير. قلنا هذا يرجع إلى الثقافة السلف في وضع هذه الألحان وتمييز اللحن الليبي، كما نكرر دائما بأشياء مضافة إلى المقام الشرقي، أي امتزاز المقامين الشرقي والأندلسي بحيث استخرجنا جمل جديدة تناسب أذواقنا ونالت فعلا الاستحسان من كل سامعيها، مع إبداعات الانسجام في الإيقاع مع النغم. فنجد مثلا لو اخترنا أي نوبة من نوبات المألوف على سبيل المثال بوشرانية أو نعس الحبيب أو طابة أوقاتي أو دمع جرى، ونستمع إليها مثلا في بقية أقطار المغرب العربي بداية من تونس إلى الجزائر إلى المغرب، فنجد هناك تباين واختلاف يتحقق من خلال التركيز في السمع. هذا كله طبعا يرجع إلى المقدرة في فهم مضامين المعاني الواردة في النصوص الأدبية. طبعا أنا قلت حتى في أكثر من حلقة بأن المألوف الليبي بالذوق في التلحين فيه استطاع فعلا أن يفرض نفسه
ويوصل إلى درجات عالية بشهادة شاهدين من خلال مهرجانات عشناها في الداخل والخارج وردود فعلها بمنحنا الجوائز والشهادات والأوسمة الدالة على القدرة المتميزة في الملف الليبي. طبعا الحلقة الأخيرة أو الفقرة الأخيرة التأكيد على أننا نحن مستمرين في العطاء في هذا المجال والحفاظ عليه من الإساءة أو التزييف أو يعني بمعنى التراث قد يستسهل البعض يقول أنا بمقدوري أن اللحن نوبة ملوف. يعني شنو نوبة الملوف؟ عبارة عن دائرة إيقاعية معروفة بعددها في الوحدات الإيقاعية ومقام معروف وبل فيه من البساطة ما فيه. لا، هذا اللحن الغام الموجودة في الملوف هذا من نوع السهل الممتنع رقم واحد. رقم اثنين نحن نريد أن نحافظ على الموروث لأن هذا صحيح التاريخ غير محدد ولكنه يكفي أن نعرف متى دخل هذا الملوف وما تم عليه من إضافات قلنا من إبداعات الليبيين، إذا لابد أن نحافظ عليه ونوصله بالصدق والأمانة. إذا أراد مثلا بعض الفنانين وأنا واحد من الناس اللي لا أشجع على ذلك، أيضا كان المرحوم الحاج حسن العريبي دائما وأبدا يقول لا يجوز إضافة شيء إلى الموروث الثقافي. الملوف أمانة سلمت إلينا احنا بدورنا لابد أن نكون الوسيط في توصيلها لأجيال آتية، وهذا من جمال العمل الغنائي في الموروث أنه له تاريخ وله شخصية بارزة وله هذا اللي يجب أن نعمل عليه وهو الحفاظ. معلش يدخل التهذيب وأن التهذيب في بعض الألفاظ الغير واضحة المعنى أو في تهذيب تقديم مقدمات موسيقية لما طور الملوف ولوازم وكذا، معلش هذه إضافات حسنت منا، لكن البقاء عليه قاعة كما وصلنا وأيضا البقاء عليه نغماته دون تغيير. من أراد أن يحاول التجربة ويقول لا مثل ما أبدعوا السابقين أو السابقون مثل ما أبدعوا في إيجاد هذا التراث ووصلوه لنا وعجبنا به وعملنا عليه توصيلة، احنا لابد نكون امتداد فيكون لنا عطاء حتى لما تأتي الأجيال القادمة يسألوا على الفترة هذه لماذا لم يكن فيها مثلا من الملحنين من يستطيع أن يقدم المزيد على هذا التراث. مع أن يوافق على هذا الحال بشرط أن يكون هناك فاصل ما بينه قديم وحديث، وللناس وللأجيال المتعاقبة هي حرية التمييز ما بين القديم والحديث من حيث القوة. وهذا أنا يعني أؤكد عليه، لا يمكن خلط الحديث بالقديم حتى لما يكون مثلا الحديث أضعف من القديم تصبح هناك ملابسات خاطئة. مثل بالضبط الموشح في الأندلس ابتدع، لما انتقل إلى المشرق كثير من النقادة في هذا العصر يؤكدون على أن ما تم يعني وضعه في الموشحات أو تأليف الموشحات في المغرب يفوق بكثير على القوة في البلاغة وفي اختيار النصوص وفي تركيباتها على الرحلة التي يعني داروا مقارنة بين مكان النشأة اللي هو الأندلس والشرق، ونقصد بالشرق طبعا سوريا وحلب والعراق والدول العربية ومصر كلهم أجادوا في تقديم المزيد والتحموا مع هذا الفن لقوته فنفس الشيء الملوف لابد من الفصل ما بين ما هو قديم وحديث. والحقيقة هو من تجرأ على أن يضع ألحان في هذا المجال في هذا الملوف قليلون، يعني لا
لا يعادلون الحقيقة. وإصرارنا على الاستمرار بالحفاظ على ما هو قديم ونقله هو هذا الرسالة اللي زي ما قلنا مش عزز في أنه هو في تكوينه في الألحان بسيط، لكن بساطة في تكمن في فهم كيف أن يكون هناك ذوق مرافق للحن، مش قضية يعني استعمال براتيكا في أو قدرة فائقة في استعمال نغمات وفلسفة في زيادة مثل النجوم اللحنية كذا لإبراز القدرة. لا، الغاية من تلحين المألوف هي وضع جمل لحنية مركزة في المعنى بإيقاعات البسيطة هذه اللي هي المألوف اللي هو يشبه إلى حد ما المصمودي في دائرة الثمانية. ولابد أن نحن نستمر في هذا النهج ونوصي حتى من يأتي بعدنا أن يحافظ ويوصل هذه الأمانة حتى يستمر في بروزه وحتى يستمر في ابتهاجه وتحقيق أهدافنا من خلال ما نقدم من أعمال. أحبابي، أتمنى أني لا أطيل عليكم، ولكن الغاية والقصد من خلال هذا البرنامج اللي هو التعريف بالمألوف تاريخ وتواصل، ما يحتوي هذا الفن من علوم كثيرة لو اتجه لها البحات سيجد فيها مادة غزيرة ممكن إضافة المزيد على هذه الشروحات وتفصيص معاني كثيرة تحقق الغرض المطلوب من دراسة هذا النوع من التراث المألوف والموشح. سيتحقق إن شاء الله هدفنا من خلال استمرارنا في نشاط وفي تشجيع النشأ الجديد للمحافظة على تراثنا، وهذا ملحوظ الحمد لله، لأن احنا في السابق قدمنا عبر 10 سنوات مجموعة مهرجانات، لاحظنا من خلال هذه المهرجانات مدى قيمة الفن لدى كثير من الناس، وكيف كان مثلا في هذه المهرجانات الحضور، كانت تأتي أسر كاملة وتسهر مع ما يقدم من نوبات مألوف وتشجيع كامل، تشجيع كامل لكل فرقة تعرض فقراتها، وتتحقق في النهاية النتيجة المرجوة من خلال تكريم المتبرزين وتقديم الأفضل والأحسن في كل دورة من دوراتها. ولاحظنا فعلا أن الدورة الأولى من هذا المهرجان أتت بعدها الدورة الثانية كانت أفضل، ثم الثالثة ثم الرابعة إلى أن وصل العاشر. فعلا في كل دورة نلاحظ الاستحسان ونضع في استبيان من خلال الناس على ما قدم في هذا المهرجان، وردود الفعل كانت فعلا تؤكد أن من دورة إلى دورة نحقق في نجاحات نرصدها والسلبيات طبعا نبتعد عنها. أملي أن تعاد هذه المهرجانات ونحقق هدفنا في البقاء بهذا الفن في أعلى مكانة، ونقدم هوية إلى غيرنا من البلاد في الشرق والغرب. تحياتي، ولا نلتقي في حلقة قادمة بإذن الله، أتمنى لكم مزيدا من الهنا والسعادة. شكرا. Yeah.
شمس النهار فوق الجبين يا سيد تكسي الدار صار مجنون